عيشي بكل سعادة الدنيا لأنك أكتر واحدة تستحقيها، ويلا بينا نسرق من العمر لحظات. عاملين ايه احلى بنات في الدنيا كلها، وحشتوني جدا 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 من الفيديو للفيديو. الحقيقة النهاردة الموضوع بتاعنا موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع جدلي، ولكن ما تقلقوش خالص، كل البنات اللي متابعين القناة عندي عارفين ان دي مش اول مرة هنا على القناة نتكلم في موضوعات جدلية اتكلمنا فيهم قبل كده، وهو ازاي تتغلبي على اوقات العصبية، على اوقات التغيرات المزاجية، في اوقات التغيرات الشهريه. الحقيقه يا بنات ان من اكتر الشكاوي اللي جات لي طبعا في خدمه الاستشارات هسيبها لكم في صندوق الوصف الفترات الاخيره، ان ستات كتير تبعت لي تقول لي انا جوزي بيقول لي انت ست مجنونه لما بمر بفتره التغيرات الشهريه كل شهر، ساعات انا نفسي ببقى كاني واحده تانية، ببقى عصبيه، بزعق، بقول اي كلام، ممكن اغلط في اللي قدامي. طبعا في ستات بتبقى عارفه هي ليه بتمر بكده، فدي قصتها اسهل شوية، ولكن في ستات تانية ما بتبقاش عارفة الشهر كده كل يوم زي اللي قبله زي اللي بعده، ما بتبقاش عارفة تباقي على دورتها الشهرية الجديدة قد ايه، وهي في اي يوم من ايام السايكل بتاعتها او الدورة بتاعتها، هل في مرحلة التبويض، هل في مرحلة البي ام اس. وبرضو يا بنات عايز قبل ما ابدأ الحلقة اقول لكم على حاجة فاني قوي قوي انا شفتها، وكان مسلسل نصيبي واسمتك، وشفت حلقة التغيرات الشهرية وست اللي بتمر التغيرات الشهرية وايه الكوارث والمصايب اللي عملتها، وازاي بتتعامل مع جوزها، وازاي كانت هتوصل للطلاق اكتر من مرة. طبعا الحقيقة المسلسل كان بيتناول الموضوع من شكل درامي، شكل مبالغ فيه، مش هو ده الشكل الحقيقي، ولكن عايزة اسألكم في التعليقات مين شافت المسلسل، مين حست ان هي زي الشخصية دي؟ هل لما بتمري بفترة التغيرات الشهرية بتحسي ان انت تحولتي لشخص تاني انت ما تعرفيهوش ولا لا؟ هستناكم في التعليقات. وهنا عايزه اقولك ان احنا في الفيديو ده هنتكلم عن ليه بيحصل لك كده، هنتكلم عن ايه التغيرات الشهريه اللي ممكن تقابلك، هنتكلم عن ايه الحاجات اللي ممكن تزود حده التغيرات الشهريه دي، وكمان هنتكلم عن ازاي تسيطري وازاي تتحكمي وتتغلبي في حده التغيرات الشهريه اللي انت بتمري بيها كل شهر عن طريق الاكل وعن طريق الوعي. فطبعا رابع قسم من الحلقه هو اهم قسم على الاطلاق، ولكن مش هتستفيدي منه لو انت عملتي سكيب او لو انت ما شفتيش المحتوى كامل. دوسوا لايك، سيبوا اسمكم في التعليقات، ويلا بينا نبتدي. طبعا يا بنات الفتره اللي بتكون قبل الدوره الشهريه بتاعتك، ودي بتتراوح ما بين 7-14 يوم، الفتره دي بتختلف من ست للتانيه، في ست ممكن تختبر الفتره دي قبلها باسبوع، في ست قبلها ب10 ايام، في ست قبلها ب4 ايام. فعايزاك تراقبي وتشوفي جسمك وامتى بتحسي بيه تغيرات في المزاج او تغيرات جسديه. طبعا عايزه اقول لكم ان ايه التغيرات اللي بتحصل في فتره ما قبل الدوره الشهريه. التغيرات يا بنات اللي بتحصل بتعتمد او بتختلف من ست للتاني. الاعراض دي بتعتمد على اللايف ستايل بتاعك، بتعتمد على الحاله النفسيه بتاعتك، ودلوقتي طبعا هقول لك ايه هي الاعراض دي. الاعراض دي ممكن انها تكون صداع عادي، ممكن انها تكون صداع نصفي، ممكن ان انت تحسي بمغص، ممكن عضلاتك او عظمك كله بيوجعك، وجع الظهر، ممكن كمان تغير الحالة المزاجية، الحساسية الشديدة من اقل حاجة تبقي عايزة تعيطي. في بعض البنات الموضوع بيوصل معاهم لاكتئاب، تلاقيها مكتئبة، تلاقيها مش طايقة حاجة، تلاقيها ان هي ممكن تفتكر موقف حصل لها من زمان، تجربة مؤلمة حصلت لها وتعيش فيها وتأثر على حالتها النفسية. ممكن تلاقي اللي هو الأكني أو حب الشباب بيطلع في الجلد، ممكن ان انت تلاقي تغيرات في الشهية، يا اما جعانة جدا جدا وعايزة تاكل وتقضي على الأخضر واليابس، أو ان هي أصلا مش عايزة تاكل. ممكن تحس بتغيرات في الإخراج. طبعا مش لازم ان انت تختبري كل الأعراض دي مع بعض، ممكن عرض، ممكن عرضين، ممكن أكتر. اكتبيلي في التعليقات أي عرض بتختبري
حبيبي فترة ما قبل الدورة الشهرية. طبعا يا بنات عايزة اقول لكم في بنات بتسأل ليه انا بيحصل لي ده او ليه التغيرات دي بتحصل لي. الحقيقة ان التغيرات دي ما بتحصل لكيش انتي لوحدك، هي بتحصل لكل البنات وكل الستات. طبعا ده بيحصل بسبب ارتفاع وانخفاض الهرمونات، ده ببساطة شديدة جدا، مش محتاجة ان انتي تكوني دارسة او متعمقة في الموضوع ده. هرمونات الانوثة الاستروجين والبروجستيرون طبعا خلال او على مدار الشهر بيطلعوا بينزلوا، بعد انتهاء الدورة الشهرية الاستروجين بيعلى، بعدين بيبدأ ينخفض تدريجيا، بعدين البروجستيرون بيعلى. فطبعا حالة الارتفاع والانخفاض دي هي اللي بتتسبب في كل الاعراض اللي انت بتحسي بيها. الحقيقة يا بنات ان لازم تكوني فاهمة الشهر بتاعك ماشي ازاي. يعني في ستات بتبقى عايشة الشهر كده اليوم بيومه، مش عارفة انا في اني فترة من الشهر، هل انا في PMS او مرحلة ما قبل التغيرات الشهرية، هل انا في مرحلة التبويض، تبقى مش عارفة اي حاجة خالص. فطبعا النوع ده من النساء ممكن يدخل في مشاكل كتير جدا جدا لان مفيش وعي ومفيش ادراك. فطبعا في ستات بتعمل تراكن او تتبع بشيء بسيط جدا جدا هو الورقة والقلم، وفي ستات تانية طبعا بتعمل ده عن طريق الابس او الابليكيشن الموجودة في الاب ستور. ده مهم جدا جدا. برضو عايزة اقول لكم ان التغيرات اللي انتي بتمر بيها دي كلها ممكن في عوامل بتزودها، ممكن تكوني انتي اصلا عايشة حياة ستريسفول قوي، بتعيشي تحت معدلات مرتفعة من الضغط النفسي، ده بيأثر حالتك النفسية، مش مستقرة، ما بتناميش كويس، ممكن ان انتي تكوني عايشة لايف ستايل غير صحي، ممكن مفيش رياضة، ممكن تكوني مدخنة شرهة، او ممكن تكوني بتشربي كافيين كتير زي حالاتي، قهوة ونسكافيه وشاي والكلام ده كله. طبعا الحاجات دي بتتسبب في زيادة حدة الاعراض اللي انتي بتمر بيها. طبعا عايزة اقول لكم ان دلوقتي جه وقت الجزء او اهم جزء في الفيديو بتاعنا النهاردة، وهو ازاي ان انتي تتغلبي على كل الاعراض اللي انتي بتمر بيها دي وتسيطري عليها، فتخلي الفترة اللي هي الـ PMS او Premenstrual Syndrome او مرحلة ما قبل الدورة الشهرية تمر بردا وسلاما، بتمر بدون اي مشاكل. لان في ستات طبعا بعد ما الدورة الشهرية بتنتهي، وطبعا كلكم عارفين ان بعد انتهاء الدورة الشهرية جسمك بيستعيد رونقه، هرمون الاستروجين بيكون في اعلى نقطة ليه، الحالة النفسية والمزاجية بتاعتك بتكون مستقرة جدا جدا. فبدل ما ده يحصل لك وبدل بتستمتعي بالفترة الجميلة دي، اللي بيحصل ان بعض الستات واللي عملت مشاكل كبيرة جدا جدا في فترة ما قبل الدورة الشهرية بتحاول انها ترجع وتصلح كل اللي هي عملته، وطبعا ما بتستفدش اي استفادة من الوقت الجميل ده. فطبعا عايزة اقولك ان احنا هنتغلب على الموضوع ده كله، وهنتغلب على كل التغيرات اللي انتي بتمري بيها فترة ما قبل الدورة الشهرية عن طريق حاجتين. اول حاجة هتكون عن طريق الاكل، تاني حاجة هتكون عن طريق الوعي. مين كان يصدق ان الاكل اللي انتي بتاكليه هو اللي بيلعب دور اساسي في التغيرات اللي انتي بتحسي بيها؟ هو من الحاجات اللي هتساعدك ان انتي تجتازي الفترة دي. عايزة اقول تنويه بسيط جدا، ان مش معنى ان انا هقولك الفيتامينز دي دلوقتي معناها ان انتي تنزلي وتشتريها. ما ينفعش تاخدي اي فيتامين او اي مكمل غذائي بدون الرجوع للطبيب وبدون استشارة الطبيب، ولكن مهم ان انتي تعرفي المعلومات دي لانها هتساعدك جدا جدا فيما بعد. فاول نقطة معانا النهاردة او اول حاجة معانا النهاردة، لو انتي بتختبري اعراض اكتئاب، بتختبري توتر، قلق، تغير في المزاج، صداع، انعدام تركيز، تقل في الصدر، من الحاجات اللي هتساعدك جدا جدا هو الأوميجا 3 فاتي أسيدز. وطبعا دي بتكون موجودة في السلمون، في السردين، في التونة، في المكاريل، وفي كبد الحوت. تاني نقطة معانا النهاردة ودي المغنيسيوم، معدن المغنيسيوم اللي مسؤول عن المود ومسؤول عن السلامة البدنية او الفيزيكال ويل بينج. الحقيقة ان الدراسات اثبتت ان الستات اللي ما عندهاش المغنيسيوم بنسبة كافية، الستات دي وبكل اسف يا بنات بتعاني من اعراض حادة جدا جدا في مرحلة ما قبل الدورة الشهرية، وده طبعا
موجود في الليفي جرينز او في الخضروات الورقيه، هتلاقيه موجود في الافوكادو، هتلاقيه موجود في الموز، هتلاقيه موجود في المكسرات وكمان في الحبوب الكامله. رقم 3 معانا النهارده يا بنات وهو معدن الكالسيوم، اللي قلته للاسف بتتسبب في حده او ازدياد حده اعراض ما قبل الدوره الشهريه، وده لان بنات بيكون عندها هرمون الاستروجين بنسب ومستويات مرتفعه جدا. لما يكون عندك الكالسيوم بشكل كافي ده بيتسبب في التخلص من هرمون الاستروجين الزياده. الكالسيوم موجود في فول الصويا، موجود في منتجات الالبان، موجود في الخضروات، وبرده لازم تاكلي الفايبر او الالياف برده لان فوائدها الغذائيه عاليه جدا في الفتره دي، موجوده في الخضروات والفاكهه والمكسرات. وهنا بقى يا بنات نقول رابع فيتامين مهم وهو فيتامين دي او فيتامين د، طبعا برده كلنا اتكلمنا عنه قبل كده في الفيديو اللي انا عملته لكم عن ازاي تكوني قمر وتكوني كالنجمة الساطعة اللامعة في 2021، واتكلمنا عن اهمية فيتامين د. ارجوكي ارجعي له بعد الفيديو ده. رقم 5 معانا وده فيتامين بي. الحقيقة يا بنات ان فيتامين بي مهم جدا لعمل الهرمونات، وكمان مهم للميتابوليزم او التمثيل الغذائي، وكمان مهم للاعصاب. طبعا الستات اللي بتاخد موانع حمل، للاسف بيقولوا ان موانع الحمل تعمل تحطم لفيتامين ب او فيتامين بي، فارجوكي لو انت بتاخدي موانع حمل اتكلمي مع الطبيب بتاعك واعرفي هل لازم تاخدي فيتامين بي ولا لا. وهنا برضو وانا بتكلم عن الاكل عايزاكي تمنعي الملح، تمنعي السكر، تمنعي الكربوهيدرات اللي عاليه بالسعرات الحراريه لانها بتاثر على المود، بتاثر على الحاله المزاجيه، وكمان هتزود لك الصداع. لا ومش بس كده، ده هتعمل لك احساس بالذنب، يعني مش كفايه تغير الشهريه اللي انت بتمر بيها، لا ده انت كمان هتبقي حاسه بالذنب ان انا اكل وهتخن ووزني هيزيد، ويعني الكلام اللي انتوا عارفينه ده. رقم 2 معانا النهارده هي الوعي، ازاي تعالجي او تحولي التغيرات الشهريه اللي انت بتمر بيها من نقط ضعف لنقط قوه عن طريق الوعي. فاول حاجه معانا النهارده من الحاجات اللي هتساعدك ان انت تعدي الفتره دي بردا وسلاما، وهي اليوجا وكمان التامل. طبعا الحاجات دي بتزود هرمون السعاده جدا جدا يا بنات، وبتخرجك من الحاله النفسيه السلبيه اللي انت عايشه فيها. رقم 2 معانا النهارده يا بنات اتدربي واتحركي واعملي اكسرسايز، لان ده برده هيساعدك كويس جدا جدا. حركه الجسم وفوائد الرياضه طبعا اللي انتوا كلكم عارفينها في الفتره دي، انت في امس الحاجه ان انت تستفيدي من كل فوائد الرياضه. رقم 3 معانا النهارده يا بنات الاكل الصحي. طبعا اتكلمنا عن الموضوع ده في الفيديو، تاكلي ايه وتتجنبي ايه، برده ده مهم جدا جدا. رقم 4 عايزاكي ترتاحي على قد ما تقدري، عايزاكي خلاص تسكني تريحي جسمك. عارفه الدوره الشهريه يا بنات او السايكل اللي احنا بنمر بيها، انا بنظر لها من منظور مختلف جدا جدا، وعايزاكي انت كمان تنظري لها من نفس المنظور. بمعنى ان بعد انتهاء الدوره الشهريه ولما تستعيدي هرموناتك وبتستعيدي نشاطك، بتبقي عايزه تكسري الدنيا، بتبقي عايزه تشتغلي، عايزه ما تبطليش شغل، بتبقي عايزه تنظمي وتخططي وتنفذي وتعملي كل شيء. فساعات الفتره دي او حاله الحركه الزياده عن اللزوم دي يا بنات خرجنا من طاقه الانوثه اللي هي طاقه تامل، طاقه سكون، طاقه الكينونه. برجع لفطرتي، بقعد اعمل ريفلكشن، انا ايه اللي حصل الشهر ده، مش عايزاه يتكرر معايا الشهر الجاي، طب انا عايزه اشتغل على ايه، طب انا ما كنتش عملت ايه علشان ما يحصليش اللي حصل لي. فدايما بتكون فتره كويسه جدا جدا، اعتبري ان هي فتره الرجوع، الرجوع لنفسك ومراجعه الذات. بعد كده النقطه اللي بعد كده تواصلي، طبعا احنا عملنا فيديوهات عن التواصل مع الزوج والتواصل مع شريك الحياه بخصوص الدوره الشهريه. دايما اتكلمي، دايما قولي حاسه بايه، عبري عن نفسك، ما تشيليش نفسك ما لا طاقه لك به. لما تعملي كل ده يا بنات وكل الشغل اللي احنا قلنا عليه ده، هيرحمك من ان انت تحكمي على نفسك تقولي اصل انا ست وحشه، اصل انا ست مجنونه، اصل انا ست عصبيه. لا، انت ولا مجنونه ولا وحشه ولا عصبيه، ولكن كل ما هنالك ان انت مش فاهمه طبيعه جسمك، مش فاهمه بتمري ايه، مش فاهمه ازاي تتعاملي مع جسمك صح. فاتمنى ان الفيديو ده يا بنات يكون ضفر.